نعم. بارك الله يا شيخ. حديث صحيح البخاري إن لله 100 رحمة، ورد أيضا في البخاري بلفظ إن الله خلق 100 رحمة، فأشكل على الشيخ وصف الرحمة بالخلق. الرحمة تطلق على شيء، رحمة هي وصف الله فهذه غير مخلوقة، وهذه لا يعلم كنها إلا الله وليست محصورة بعدد، ورحمة أخرى مخلوقة فهذه تعلم بآثارها وكذلك قد تحصى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، مع أن الرحمة الجنة ما هي صفة الله. فالمقصود بهذه الرحمة المئة، رحمات المئة، رحمات مخلوقة يلقيها الله تبارك وتعالى على الخلق، فألقى عز وجل رحمة في الدنيا تتراحم بها الخلائق، حتى إن البهيمة لا ترفع إيش حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ونحن رأينا من هذا عجائب، حتى الذر إذا دخل الماء جحره أخذ يحمل أولاده إلى مكان آمن، شاهدت هذا بعيني. حتى السباع القطط غير الذئبة إذا أخذت ولدها ما يمكن تترك إلا أنت متهيئ أو أنت. من علمها هذا إلا الذي ألقى الرحمة؟ فهذا هو الجواب عما أشكل.